وي، صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم غادي نوجدوا عشاء خفيف ظريف ديال رمضان، لي بروشيت ديال لاداند، طريقه جديده وسريعه البنات، في البانيني. وغنوجدوا سلطه ديال ايبلي، كتجي حتى هي خفيفه ولذيذه. تابعوا معايا الفيديو. وي البنات، كما كتشوفوا هنايا عندي ايبلي، هو هذا البكيه فيها 500 غرام. انا تقريبا درت النص، سلقته 10 دقائق، ما تفوتوش لي 10 دقائق، راه مكتوبه في البواطه كويسون 10 مينوت با بلوس. كما كتشوفوا انا سلقته وخليته كيسقطر. عندي هنا شويه مطيشة سوري، شويه فرماج، عندي هنايا لا مايونيز، عندي طون ديال الزيت، عندي الذره. البنات انا ما لقيتش كيصحاب لي ديما كيكون عندي الزبيب، ما لقيتوش. حاولوا ديروا الكيجي زوين بزاف، ما لقيتوش، ما فيه ما نخرج نجيبو. دونك نتوما ديروا الزبيب البنات. وي كما كتشوفوا البنات، غادي ناخذ جوج معالق ديال المايونيز مع القنيت كبار عامرين، وغادي نشوف غادي ناخذ هاد الذره غادي نقطرو. كما كتشوفوا البنات انا قطرت الذره، غادي ناخذ الثوم، غادي نقطرو هنايا، غادي نفتت هاد الطون كما كتشوفوا البنات، غادي نفتتو مزيان. مولفة كنشري ماركة أخرى ديال الطون، معرفش كيفاش عطاوني هذا. وي البنات كما كتشوفوا غادي نخلط كلشي. كما قلت لكم حاولوا ديروا الزبيب، انا كيصحاب لي عندي دائما عندي الزبيب، سبحان الله العظيم كيخطانيش، سي دوماج والله. هاد لاصالاد كنديرها بالروز دائما عندي في الثلاجه، كنديرها دائما بالروز. غنزيد شويه الزيت ديال الطون، غير شي شويه، هو الزيت كله تقريبا فيه معلقه كبيره، غنزيد غير شويه بما انها هي بالطون باش نعزز النكهه ديال الطون. نخلط هادشي مزيان، والله الا بقى فيا الحال ما كاينش الزبيب، سي دوماج. غادي ناخذ هاد الفرماج نقطعو مكعبات صغيرين، تقدروا البنات تزيدوا فيها اي حاجه بغيتوا، بغيتوا تزيدوا فيها الفلفله، بغيتوا فلفله الوان، بغيتوا تزيدوا فيها خيزو كما بغيتوا. هذا عشاء خفيف البنات، عشاء ولا غدا خفيف، بما ان احنا في رمضان
دونك هذه هي السلطه ديالنا البنات، السلطه بالابلي والطون والمايونيز والمايس والزبيب. البنات انا ما لقيتوش، حاولوا ديروا فيها الزبيب كيجي زوين، وديبتي مورسو ديال الفرماج الاحمر ولا كيما بغيتو اولا داك البلوك، كتجي جديده جديده بزاف البنات وصحيه. وي البنات بعد ما وجدت لا سلطه غندور الجهه الاخرى، هنا موجده دي بروشيت، دي بروشيت ديال لا دانت، درت لهم العطريه ديالهم خليتهم كيرتاحوا في الثلاجه، درت فيهم الكامون والسكينجبير والتحميره البزار الملحه على مطارد المعدنوس، وخليتهم كيرتاحوا في الثلاجه. دابا غنوريكم كيفاش غطيبهم البنات بواحد الطريقه سهله رابيد. كما كتشوفوا شعلت الباني غاز، ندير فيها البنات الطافي، الطافي ديال الزبده كما كتشوفوا، وخا هكاك غندير فيه شويه ديال الزيت، كينشف مع السخونيه. ندير كله فوق وتحت، كما كتشوفو البنات. دابا غندير هاد لي بروشيت كما كتشوفو، ندير هاد لي بروشيت غادي نستفهم هنايا، تقدرو ديرهم في العواد ديالو القطبان، سكو جو دير حيت ديرهم في القطبان. غادي نغطيه كوم سا حتى البانيني ما كتوسخش، غادي نبرك عليها بحال هكا، ما غاديش نضغط عادي. البنات كما كتشوفو البنات كما كتشوفو، دغيا كيطيبو، هانتوما البنات دغيا كيطيبو كما كتشوفو. غادي نطفي عليها دابا، ناخذ البابي البنات كله بحال هكا على الطريقه هذه، نهزوه هكا كيف البنات. البانينوس كتبقى نقيه ما كاين حتى شي مشكل. وي البنات هذا هو الطبق ديالنا ديال كما كتشوفوا، طيب مزيان. هذا هو الطبق ديالنا ديال الدجاج، لي بروشيت ديال الدجاج في البانيني رابيد مع السلطه ديالنا البنات ديال ابلي، هو عشاء خفيف ظريف بزاف تبارك الله.